السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يا جماعة الخير، إن شاء الله تكونوا ذو الحال، وأتمنى لكم كل خير. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل عام وأنتم بخير أبويا، رمضان كريم. كل عام أنتم بخير مرة ثانية كمان. أيوة الحمد لله، طول الشهر راح أقول لكم. صح الحمد لله رب العالمين، وراح أقول لكم كمان طول الشهر إلى آخر يوم، باقي يوم واحد ليلة العيد كمان بقول رمضان كريم. إن شاء الله، حتى بعد قبل العيد ثلاثين يوم كمان رمضان كريم. صح، قبل ما نبدأ يا جماعة، ترى هذا اللي نطلبه منكم يا اخوان. سوي لايكات ولايك لايكانات. اسمع كلام الشيبه يا اخوان يا اولاد يا بنات. هذا فين جبته ابويا لايكات؟ يا ولدي انا ايش يعني؟ اللي كور حقي يمشي لازم انا كلام اعرف ان شيبه. طيب طيب دقيقه، وسووا سبسكرايب ترى يا اخوان. الهمه الهمه يا اخوان، نبغى نوصل 800,000 وان شاء الله 900,000 الى المليون باذن الواحد الاحد ابويا. ان شاء الله ان شاء الله. فلو كل واحد الحين، كل واحد اللي قاعد يشوف هذا الفيديو علامة السبسكرايب أحمر يخليه أبيض، فضلا وليس أمرا يا إخوان. خذ جوال أخوه، خذ جوال والد، خذ جوال أي واحد من أهل، خذ جوال خويك، جوالك أبو سلم بس، سوي سبسكرايب. أنت ترى ما أنت خسران شيء، بلاش والله، هذا الشيء يا إخوان يخلينا نستمر أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله. وبس والله يا إخوان، اليوم أبوي إيش الحال، إيش راح نسوي اليوم؟ ولدي إيش اليوم؟ كبسة 100% ولا برياني؟ لا هذا كبسة. أنا كبسة؟ أيوة كبسة. إيش يعني 100%؟ نص كبسة نص برياني. خلاص. يعني مشكل يا ولدي. مشكل تمام. إن شاء الله اليوم يا إخوان، إن شاء الله بنطبخ نص كبسة نص برياني، ونروح في منطقة أو في مكان يا إخوان تحفيظ، ونفس الوقت سكن لليتامى. أبويا ما شاف أنا رحت يا إخوان، شفت سويت كل شيء واتفقت معاهم. بإذن الله بنروح هناك، بنفطرهم، بنستانس معاهم، بنعطيهم كمان هدايا بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. إن شاء الله بنسوي إن شاء الله نص برياني نص كبسة أول مرة. هذا حط كمان مندي كمان مع أبويا، إيش رأيك؟ بعد لما نأكل الأولاد حتى أنت نفسه كده تسوي بابا. هذا أكيد أبويا، هذا جد لأبوك، بركة يا ولدي. إي والله. فنقول بسم الله يا إخوان، نبدأ إن شاء الله نقطع الطماطم وهذه الأشياء. يلا معنا بسم الله. يلا دجاج ابويا. كم كيلو هذا؟ هذا 6 كيلو. ها طيب 6 كيلو 100% مرقه. ابشر ابشر ابشر. ملح ابويا كم احط؟ حط 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 بس شوي، حط كمان بس حط حلدي كمان. يلا حلدي يا ولد، بس كركم كركم بس 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 بس. ايوه ايوه حط 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 كمان حط بس بس بس. خلاص في شيء باقي شوية ولا كثير؟ في بهارات البرياني دهين، ابغى دهين كثير، ابغى طماطم وثوم يا اخوان. حط حط الحمد لله. جيب مويه كمان ما شاء الله. شوتي
चावल जो है ना थोड़ा जैसे पानी थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा दे देना थोड़ा बस 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 يلا جيبوا غطا غطي ها ايوه غطي ايوه خلاص تدي بهذا الشيء طيب حطه كامل ولا نصه؟ لا لا حط انت كامل ما في حط حرك من ربي يسجل ولدي اللي شيء عند الله حط كل ما شاء الله ما شاء الله ليمون هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رز 100% يا شاطر 100% من جد ابوي نفسه ولا غير؟ لا 100% نبي. شوف ايوه نفس الزين بسم الله الرحمن الرحيم شو استنى ولدي دي عمله شاطر فطرة ما شاء الله أمجد كل يوم قاعدين نسوي زي كذا عشان كذا ما شاء الله كثير معلم ما شاء الله أمجد هلا أبويا شوف شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله تبارك شوف زي الذهبي ما شاء الله اليوم اليوم قطع جدات حق أولاد 5 كيلو يا إخوان رز 6 كيلو لحم ما شاء الله لكن بذورة صغيرة يا ولدي أكل زيادة؟ ايه بذورة صغيرة خذ لك فاكهة كمان جيب من بيت فاكهة كمان هناك قطع كل شيء مليان يا ولدي في رز في فواكه وفي باكورة وفي سكرنا حقه وجه الغطا شوف ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد ما شاء الله حق بابا كيف هذا دجاج رز شوف ما شاء الله ما شاء الله كيف سيد ما شاء الله ما شاء الله شوف 100% أمجد شوف انت تضحك قالك هذا برياني و يعني كيف سوا مشكل ما شاء الله شوف انت ما شاء الله الاولاد نصيب حتى زياده رز شويه اللهم كنت زياده كمان البنات اللي اولاد مسكين شوف حق مدرسه نصيبهم الحمد لله ربي يسر كل مسلمين خير يا ولدي نسوي خير ان شاء الله ربنا يعطيك اجر هذا ايش دنيا يا ولدي انا تعب شويه زي دخان زي نار وكذا انا الحمد لله اخره والله ان شاء الله ربي يسر كل مسلمين وكمان انا هذا بسيط يا ولدي عارف الحمد لله نعمه عارف يا ولدي لازم انت نصيحه لابوك قلبك لين زي تاون زي قلبك ده لازم خلي قلبي تاون طيب شوف ممكن اولاد تصير تعال يا بابا سرعة لك جيب الرز واللحم ان شاء الله وقت فطور دايم اوكي الساعة الحين 15 دقائق ايه كام كرو तो मैं ये तो बोल रहा हूँ तुमसे نمشي الحين باقي ساعة ساعة على الرأي Thank you.
ابويا. نعم ارتاح. الحمد لله. ارتاح ارتاح. شورتي اجلس. هنا السفرة البسيطة يا إخوان للطلاب من الوالد. الحين يا إخوان بنسوي لهم مسابقة بسيطة قبل الأذان، باقي حوالي 20 دقيقة على الأذان. صوصوكي ميكسي. طيب يا إخوان قبل الأذان بنسوي يا إخوان إن شاء الله مسابقة بسيطة لهم الأطفال هذولا، الله يحفظهم يا رب، ونسألهم أسئلة. الشيخ بيسألهم أسئلة إن شاء الله المعلم، بنعطي جواز لكل واحد. بس بزوجك كتنا فرايز هين؟ شار. پہلا کون سا ہے؟ منہ پہ کلی کرنا. اب اکیل کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے سات فرائض ہیں. شاباش. پہلا کون سا ہے؟ اللہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر. شاباش. دوسرا فرض کون سا ہے؟ منظر عام. قیام. کھڑے ہو جاؤ. آپ کون ہو؟ مسلمان. شاباش. اذان. ما شاء الله اذان. اميس. عبد الهادي. عبد الهادي. محمد سعد. سعد بي. محمد فيزان. يلا فيزان. محمد دانيال. يلا فيزان. محمد اكيد. يلا اكيد. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سار الصواب کر دیں، قبول فرما. آمین. خصوصا يا رب العالمين کفر کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی، بچے، معصوم بچے، یا رب العالمین انہیں آزادی عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی اپنی غیبی امداد فرما. یا رب العالمین اپنے فرشتے بھیج کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. أذن يا ابن الحلال، ريقي نشف. هذا اللي أذن يا إخوان. هنا في باكستان يا إخوان قبل الأذان يصفروا، في صفارة عندنا يا إخوان. دحين بوريكم. الأستاذ قال له الساعة 6:21 دقيقة على طول شغل. يلا نفطر الحين. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. برتن اکٹھے کر ادھر. اللہ اکبر. يلا بسم الله. يلا 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 تفضل. ما شاء الله تبارك الله، بيت الله، هذا مسجد الحمد لله، يتامى، ايوه، مساكين، ايوه الحمد لله. بس.
سارة وغير أذكى الضباع بيخوف. سعد فل عبد الله دي خالية فلو اور چاہیے نہیں اور نہیں فل روٹی چاہیے نہیں چاہیے شرماتا کیوں ہے فل شکریہ شکریہ مہربانی 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 بس 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 شکریہ 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 اعوذ باللہ الرحیم يتربص يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن. هذا الولد يا اخوان قصته قصة. تخيل يا اخوان انه هذا الولد ساكن في قريتنا، شفت المسجد اللي في قريتي؟ كان ساكن هناك بس الحين جاء هنا. تخيلوا هذا الولد ابوه يا اخوان توفى، فامه ايش سوت؟ تركت هذا الولد اسمه وريام، تركته وتزوجت واحد ثاني. تخيلوا الأم تترك وتروح تقول ما أبغى مع السلامة، ومن هذاك الوقت هذا الشيخ إخوان متكفل فيه. اللي يدروا أذان. إيش كان اسمه؟ إيش كان نامه؟ أميس. أميس. إيش كان نامه؟ أذان. أذان ما شاء الله. هذول الاثنين كمان هنا ساكنين هنا يا إخوان، هذول كل الطلاب ساكنين هنا، بيتهم أكلهم شربهم كل شيء هنا، 24 ساعة هم هنا يا إخوان. هذول الاثنين وهذاك الثالث، هذاك أمه تركته. ترى هذول يا جماعة أخوان الاثنين الصغير والكبير، هذول أمهم ماتت فأبوهم تركهم هنا وراح، والشيخ قاعد يقول إلى الآن ما نعرف عنه وين راح. جزاكم الله خير يا أخوان، والله ما قصرت وشكرا لكم. أطفال يدرسون القرآن ويتامى، أنتم كنتوا السبب يا أخوان في سعادهم. تيكو إذا رأي إذا رأي شو تيكو أجونا سلام دو كرونا سلام كرو تشاتشو السلام عليكم تيكو السلام شجي ان شاء الله حافظ الله حافظ الله باب اپکو جزا عطا فرمائے جزاك الله خير اوكي بھائی بھائی السلام تریما کاسی کمان السلام شکریہ جزاک اللہ جن جن احباب نے امجد کے ساتھ تعاون کیا اور جن احباب نے افطاری کے لیے اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ماشاءاللہ امجد بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تمام احباب ان کو دیکھتے رہا کریں شکریہ مع السلامة. وعليكم السلام. هذا يا اخوان ولد عم رشيد اللي يعرف هذا ولده. يلا الله بس تشلو تشلو. مع السلامة. باي باي. شوفكم على خير. لافس. تولي لافس.